كلما بدأنا بداية صعبة، الآن قد هو شيء متابع، بعد شوي من هل قد احنا نبحث عن أشياء ونستفسر عن أشياء أكثر، لأن لا يمكن واحد يفهم إلا بالتطبيق والعقل والأخطاء. لن تترسخ بذهنك فكرة هذا التحليل الاستمارة إلا كلما عملت استمارة وعقلت وأخطأت مرة واثنين وثلاث، شريط نفسك من الأمور السهلة. لن تحفظه بالفهم البشري. لا تجي تسمع فيديو تفهمه مش تجي تطبقه، لا طبق واخطأ ورجع مرة أخرى وناقش. لا المشكلة مش الخطأ عادي، المشكلة لا المبنى بس القصة لأنك مش فاهم الناس عارف هنا. هذا معنى ديسكريبتيف استاذ. ايش معنى هذا؟ احصاء توصيل. توصيل او وصف الساعات. ايش ما ايش شوف عندي عدد، عندي عدد اشياء. ركز معي لو سمحت، عندي عدد حاجات. اول حاجه بدنا نختار التكرارات في الجنسيه. نختار نشوف افتلاح. هل تدخلين كلها؟ أنت بدخل المدخلات الشخصية. شوف الآن في هنا شغلة ربما نفهمها. ما هي مدخلات اللي أخرى شوفها؟ خلال المغيات اللي وصلها من طيب دخلت مثلا دخل هذا وسحبه إلى الصندوق الثانية. يصرح دخلين كلها؟ يصرح بعدين نعمل لهم حالة. تكرار ولا تنسى ولا يبيش من غير واحد ما يصلحش كل اللي بيصير طيب بيصير يلا بتاكل لا بدك تسمع هو يعيش بس انا اقول انه بالله لا بس هذه يبقى هذه هناك خطا ولا تعطيك القيمه هذا الشيء كله بدكم تروحوا فيه هذه اللي قلت هنا اي شيء كذا بيطلع ثمانية الله كامل طلعت من ستيفو خبرة أمامكم الآن فيديو الأول هذا في الكوينسيس تمام؟ عدد الاستمارة اللي استعملتها 20 استمارة البيانات المفقودة للسين وين السؤال الخامس؟ زيرو طيب والله الستوره الان الميم اليوم توصل توصل الحسابي لمجموع القيم على عددها حسابي الحسابي الوصير مجموع القيم على عددها والوصير والمود اللي هو المنوال المنوال وبعدين الستاندرد ديفيشن اللي الحرف المعياري ثم البيانات التباين والرينج المدى السم نشيد تفسير تفسير أول شيء تفسير الآن هذا في قوانين لا لا تفسير تفسير أيوة المتوسط الحسابي كم كان هي الخبرة العملية كان متوسط ثلاثة بوينت 23.20 الدارس الثاني بالفرق وش التفسير وش أنا أشعر بالعملية أنا بدي الخبرة العملية مثلاً فريق بنسيس أخبار من واحد إلى خمس إجابات أقل بلسن فلسن يعني بلسنتيج نسبة أيوة 25% Gracias.
طبعا بعضهم يفضل الحكم السري عشان بسرعه الجماعة. لاحظوا معي هو عملنا احنا ركز معي الان ركز معي الان شوف هذه الايه لما اخترنا هذيك اللي يقولها قال لو حذفنا السؤال الاول بيكون 63 لو حذفت السؤال الثاني بيكون 58 لو حذفت السؤال الثالث وهكذا نشيل شوف اعلى نسبه بين احسن نسبه عقلا 68 ممكن ركزوا معي كذا شوي لو سمحتم 68 رقم كم السؤال هذا؟ رقم كم هذا؟ طيب رقم كم السؤال؟ رقم كم السؤال؟ شوف رقم السؤال بس تروحوا عند رقم السؤال قبل ما تدخلوا احسبوا ما تتكلم يحكي لكم عليه تمام فاهمين شخصاً؟ رجع ثاني احنا في المزاد القيمة لحظة ترجع ثانيها ركز معي لو سمحت لما بعيد اختصاركم قبل اختبار ايش مهمة ترى؟ لما ناجي العدد انا ضايع اسمه بجد ما شاء الله السكيل هذا نختار الرئيس دخلنا المتغيرات قبل ما اعمل اوكي قبل ما اعمل اوكي خليك اسال كمبو قبل ما اعمل اوكي بعمل احصائيات اخترنا هذا اللي هو ايش؟ سكير يعني كم المقياس اذا تم حذف بعض الاسئله يعني بعض الاسئله ربما اذا حذفته انا اما يرفعه اما فاهم فيها كل سؤال كل سؤال لو حذفته يكون كذا نتيجه كل سؤال ما حذفته يكون كذا نتيجه هذا اللي يقصده ناجي نشوف نقول له كونتينيو استمرار نقول له كيف اعطاني احنا البكالوريوس باخر 63 وانتهى النظر لو حذفت السؤال الاول بيكون 62 السؤال الثاني بيكون 58 مشي معي نشوف اعلى نسبه كانت فين تطلع هي 65 هي رقم كم هذيك عدوها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كم؟ يعني لو حذفت السؤال رقم 11 بتكون النسبة بتتحصل 65 بنرجع سهل بنشوف خلينا نرجع لهنا معلش أين السؤال رقم 11؟ هذا رقم 11 أها برجع لهنا وبعي الأوكي مرة ثانية كم تطلع اليوم؟ طلع كده 2 سؤال خلصت سؤال ثاني حقك كمان حوالي الاسئله خلصت سؤال ثاني لا هي بقى كمان صح انا شوف انا شوف انا شوف الديموغرافيا زي ما زي ما هي دخلنا لا ما دخلناش احنا بيان شخصي عادي ما دخلناش حتى البيانات صح عندي صح كلام صح انا عديته من البيانات كلام صح نرجع لنا دي السؤال شو كم رقم السؤال عندنا طبعا هو ببساطة لحظة نرجع للبيانات من تحت أين طرحناها؟ شمال شمال لا لا قلقناها لا ركز معي الان طيب الان كم المغيرات الشخصية حتى كانت؟ 8 8 صح؟ نعم يبدا 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 رقم كم؟ 21 21 لحظة ايش السلام نرجع للقائمة البريد عندهم هذا عندهم الآن 9 10 11 12 شوف ايش الحوافز اللي هذول صح الحوافز رجع بدل
تحسن يعني خلاصة الأمر أنت عندك ترتيب الأسئلة كل ما في الأمر تشوف رقم السؤال اللي بيحسن لك الأولى خلصته ترجع للتحليل مرة ثانية تلفت عمدة بتدخل التحليل تهدفه تقدر ما بيطلع لك نفس النسبة اللي كانت تركيب المربع الكبير هذا اللي نفسه فهمتها لك معي في الدوخ طيب ايش اللي عاد تستفسره مرة ثانية باقي فما عاد من راح يتبع الأسئلة ونتبع الحل طيب روح اطبعوا عندنا بدي روح اطبعوا ساتر زمانات تمشوا علي براجعوا ولا شو بدكم التحليل صح بس انا اقول لك انا انت نعم انت معي انا زين انا كيف اختار احصائيا هذه الذي تطلع لي بالتحليل تسمى افر مكسوبه اقارنها بافر جدوليه افر جدوليه وتصير جدوليه لها جداول معينه عند مستوى معنوي 5% وعند مستوى معنوي 1% هذه الجداول يعني ممكن تفهمكم انك الجدول شو نقول لهم هذه جداول موجوده جداول منشوره جداول منشوره بعد ما طلعت المحسوبه واقفه محسوبه اشوف انا كم عندي درجه الحريه اللي هو عدد المشاهدات ناقص التغييرات المستقله تطلع لي الكم درجه الحريه باجي اشوف الجدول اشوف التيل الجدوليه اللي عندها مشاهدات تعطي كم وطلعها مثلا طلعت اثنين والمحسوبة طلعت عندي 5 إذا نقول لقد ثبت المعنوية تي محسوبة تي كما طلعت تي محسوبة أكبر من تي الجدولية إذا ثبتت معنوية تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع عشان دي كمان برضو بالمعارفة نقول لكم كيف يعني نتعرف على الجدول عشوائي لكن بالخبرة التي إذا كان أكبر من 2.4 فهو معنوي تمام ايضا في حاجه ثانيه ممكن نعرفها الاف في حاجه اسمها البروبابيلتي الاحتماليه قدام الجدول في حاجه اسمها البروبابيلتي بدل ما تقيس اف المحسوبه في الجدوليه اللي سالت بدل ما تقيس اف الجدوليه في المحسوبه في هنا قدامي بالجدول التحليل البروبابيلتي الاحتماليه كلما كانت يعني 0 0 0 0 بعد العلامه العشريه اذا طلعت 0 0 فهي معنوية عند 1% 5% إذا طلعت يعني طبيعي مثالي إذا طلعت كلها 0 يعني علامة علامة عشرية 0 فهو معنى عند 1% 5% بالبديل قدام عندي شو كم اف وشو البروبابيلتي إذا بدك تتعرف إذا طلعت 5% فهي معنى 5% ولا بتثبت معنى ذلك 1% تمام عند 4% من 5% من 5% إلى 1% إذا طلعت 1% فهي معنى يعني 1% و5 يعني لو طلعت معنوية عند 1% فهي معنوية عند 1% و5 والعكس ليس صحيح لما قلت طلعت 5% البروبابيلتي عامة عند 5% فقط وليس عند ايش؟ عند الواحد يعني هذا سهل لك التحليل لكن لا يمنع اننا ايضا نتعرف على اشياء كيف تطلع كيف تحسب وخذ يحسبها اوتوماتيكيا ايضا التحليل الانحدار البسيط والانحدار المتعدد احنا نطلع يوميا ايجاد قيمة الـ A وقيمة الـ B بعد تروح والـ A الـ A تطلع مع البدا الـ B الـ A تطلع مع البدا ايش؟ الـ B هذا إذا بدون إذا بدون طيب الآن الـ A لا تكون مش قبل الاحتمالات لو ما نطلع يوميا لو نطلع شوف الإحصاء كيف نطلع على الـ A تساوي واي شرطة ناقصا بي إكس شرطة يعني طلع المتوسط الحسابي للواي وطلع المتوسط الحسابي للاكس وطلع البي استطيع ان اطلع الاكس فما هو موضوع انا دخلت على درس حساب تمام لكن اقصد في قوانين سهله لشوف مدرسها في مستوى اول ومستوى ثاني لطلاب الحساب في العلوم الاداريه واعتقد درسها لغه اذا كان عندي ذاكره لا اعلم خطوات او عفوا عناصر خطه البحث هل فيها مشكلة؟ بدأنا بتحديد المشكلة؟ هذه خطوة البحث من أي بحث؟ لكن خطة البحث خطة البحث هي مسابقة للبحث خطة البحث عبارة عن طريق أو خطة مكتوبة تسبق عملية البحث يسترشد فيها البحث الباحث أو عقد مكتوب بين المشرف والباحث بحيث ما يجيش لنص الطريق يقول لك ليش عملت هذا؟ ليش استخدمت المنهجيات؟ ما اتفقناش على السبيان، احنا اتفقنا على بيانات ثانويه، ما فيها تعب، لا انا قدمت لك خطه وقررت في القسم
مشيت عليها سنة يعني تكون ملزمة وتحسنك من عبث التهان اللي بعضهم شايفين عتق يقول يعني يعمل لك كم حصلت لك مشاكل؟ كم حصلت لك مشاكل مع البحث؟